لتسليط الضوء أكثر على أعمال المؤتمر الثاني للميثاق الوطني العراقي في مدينة إسطنبول، ينضم إلينا عبر الهاتف من مقر انعقاد المؤتمر عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ أحمد الغانم. مرحبا بك أستاذ أحمد الغانم. في الذكرى الثانية لانطلاق الميثاق الوطني العراقي عقدتم مؤتمركم الثاني، ما هي التحديات التي تواجه العراق هذا العام يعني عن العام الذي أطلق أو انطلق فيه الميثاق الوطني العراقي؟ حياك الله، حيا الله المشاهدين الكرام. أهلا بسم بك. الله الرحمن الرحيم. أخي، الكل يعلم أن من يحكم العراق اليوم هي الأحزاب السياسية وميليشياتها المسلحة. هذه الميليشيات الحقيقة التي عسكرت العملية السياسية الحالية، وأصبح السلاح المنفلت هو الذي يحدد شكل الحكومة، وأن هذه الأحزاب وميليشياتها الموالية إلى إيران والتي هي الحقيقة من ترعي الإرهاب، وهي مصدر وجوده واستمراره في العراق والمنطقة، وهذا خطر كبير وتهديد للسلم والأمن الدوليين. وأن هذه الميليشيات جعلت من العراق ساحة للصراعات الدولية، وأن استهداف وقصف المؤسسات المدنية والأحياء السكنية من قبل هذه الميليشيات المنفلتة هو استهداف للشعب العراقي. نعم أستاذ أحمد الغانم، أكدت بس في بيانك. أكمل لو تسمح لي. نعم تفضل أكمل. أي والله أكمل. الحقيقة إحنا في الميثاق الوطني ندعو جميع أبناء الشعب العراقي وأحرار العالم إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والوطنية في التصدي لهذه المحاولات الإجرامية من أجل إنهاء العراق والعمل الجاد على إنقاذه. نعم. أستاذ أحمد، أكدتم في بيانكم الختامي يعني على الدور الذي يلعبه الشباب بثورتهم المستمرة ضد الأحزاب الطائفية الفاسدة. ما الذي تعولون عليه في سبيل تعظيم هذا الدور؟ أن التظاهرات الشبابية السلمية الحقيقة اللي خرجت في المحافظات في بغداد والمحافظات الجنوبية، والتي تطالب بحقوق العراقيين واستعادة العراق ممن أفسدوه ورهنوه للمصالح الخارجية، وعلى إسقاط هذا النظام، نظام المحاصصة، فإن أهدافها وشعاراتها واضحة جدا، وإنها تلتقي الحقيقة مع الثوابت الوطنية للميثاق الوطني العراقي. يعني حقيقة هذه التظاهرات الشبابية قدمت المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى من أجل إخراج العراق من الواقع المأساوي الذي يعيشه بسبب العملية السياسية الحالية التي أوجدها المحتل الأمريكي والإيراني. فالحل الحقيقة المتفق عليه مع جميع القوى الوطنية المناهضة للعملية السياسية والمناهضة للاحتلال، ومع التظاهرات الشبابية السلمية التي أرعبت العدو، هو إسقاط هذه العملية السياسية بالكامل واستبدالها بعملية سياسية وطنية جديدة يتفق عليها كل العراقيين. هو هذا الحقيقة اللي الدور اللي إن شاء الله متفقين عليه، والذي ينتج عن هذه المتظاهرات وعن هذه الشهداء الذين سقطوا على أرض التظاهر. نعم شيخ أحمد الغانم، يعني ماذا عن الحوارات التي يعني ستفتحونها، ستوسعون نطاق اتصالاتكم مع الثوار شباب ثورة تشرين، وذلك بهدف التنسيق يعني من أجل ذلك لتحقيق الهدف المنشود؟ الكل يعلم أن الميثاق الوطني أول القوى الوطنية المناهضة للعملية السياسية كان له تنسيق مباشر مع اللجان التنسيقية لثورة تشرين. نعم. فكان هناك تنسيق إعلامي، وقد سخرت منصات الميثاق الإعلامية ومنصات القوى المنضوية في الميثاق أيضا لدعم ثورة تشرين، وكسر أطواق التعتيم الإعلامي الذي كان يطبق على ساحات التظاهر لثورة تشرين. وقامت الحقيقة المنصات الإعلامية للميثاق الوطني على إيصال الحقائق للرأي العام،
وقد عقد الميثاق أول مؤتمر صحفي دعم لثورة الشباب. الحقيقة بالنسبة للعمل السياسي أيضا اللي كان هو مرادف إلى العمل الإعلامي، كان عمل الميثاق على إيصال رأي الشباب، شباب الثورة السياسي، إلى المنظمات الدولية، وقد قامت وفود من الميثاق بتسليم رسائل مباشرة إلى عدد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية، وكان هناك عمل للعشائر العراقية، والذي كان الميثاق دور مهم جدا في ترتيب وحدة كلمة العشائر في الجنوب وفي الغربية وفي الشمال، لأن الميثاق يعتقد تماما أن صمام أمان وحدة أن العشائر صمام أمان وحدة الشعب العراقي، والقادرة على كسر الطائفية وأي مشروع يهدف إلى تقسيم العراق. ونعلم جميعا أن هؤلاء الشباب جميعهم أبناء هذه العشائر، ولهذا اعتمد الميثاق الوطني على وحدة صف العشائر وقيمتهم ودعم الشباب الثورة العشائر. نعم شيخ أحمد الغانم، مع تزايد الأزمات في العراق، أزمات العراق يعني منذ الاحتلال هي موجودة ودائما ما تترادف معها يعني أحاديث عن إصلاح الحكومة، سياسات الحكومة المتعاقبة كلها تشابهت بحكوماتها المتعاقبة بعد الاحتلال. شيخ أحمد، هل يمكن إصلاح هذا النظام؟ طبعا مستحيل إصلاح، مستحيل أن يتم الإصلاح، لأن العراق يسير اليوم في منعطف خطير، وهذا نعم شيخ أحمد الغانم، فقدنا ربما الاتصال بالشيخ أحمد الغانم عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني، كان معنا عبر الهاتف من اسطنبول. شكرا جزيلا لك.